بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوميات مريم معكم. اليوم حبيت نبارطاجي معكم لا غوسيت تاع اليوم، نديرها للفطور. عندي هنا صدر دجاج مقطعة طراف صغار، عندي حباب صل مقطعة رقيقة بصلة كبيرة، ندير الكباب باللحم، كباب جزائري باللحم. عندنا الحميصة هنايا متشمخة، أنا عندي هنا طيبة حطها لافا، عندي هنا مغرفة تاع الزبدة، عندي فلفل كحل وعود قرفة، الملح، شوية كركم. كركم نورمالمون ما نديروش، باش نتفاهمو لا غوسيت اوريجينال ما فيهاش الكركم، بصح أنا حبيت تجيني شوية لاصوص، ما تجينيش هذاك بيضة، تكون شوية صفراء بو لا كولور برك، ومليح الكركم لا سونتي. وعندي هنا زيت فوالا، وعندي البطاطا بيان سور، بطاطا قطعة طويلة وخشينة الكباب، ما ديرهمش كيما لي فخيت، تكون شوية خشينة، تقلوها وتحطوها. كاين اللي ما يديروش الحميصة، أنا تاني نقدر ما نديرهاش باسكو ما ياكلوهاش في الدار، مي نزينو بها البلا تاعنا وخلاص، وشوية معدنوس وحبة قارص فوالا. ألوغ نحكم هنايا 4 حتى 5 مغارف تاع الزيت، هاي ليك الطنجرة تاعي فوق النار، خليتها تسخن. نحط الدجاج تاعي، نحطو مع الزيت هذاك. كاين يحب لي كويس، كاين يحب، انا لا ماجوريتي دو يحبوا لو بلون بولي، دونك ندير لو بلون بولي هكذا. نخليه يتحمر شويه في الزيت هذاك اللحم، ونزيد عليها هذيك مغرفه تاع الزبده، نخليه ان تي مومون جو تورن كامل لي مورسو دو بلون هكذا. هكذا نشوفو، نخليه يتحمر، ومن بعد نزيد عليها الحبه بصله هذه تاني، دوك نحط لي زيبيس تاعي. الوغ نحط هنايا العود تاع القرفه يكون صغيره هكذا، ندير الفلفل الكحل تاعي، ما الفلفل ما تكثروش هكذا، نحط شويه كركم على راس المغرفه نتي تبانسي سينو يجي بزاف صفر. هلا وندير الملح، فوالا الملح، كل واحد والذوق تاعو، يحبو الملح كاينين ما يديروش بزاف الملح، سي با بون بور لا سونتي بيان سور، بصح اون بو با مونجي سون سيل كاريمون. فوالا نخليه يتقلب بيان كوم يلفو، ومن بعد نمرق، نغطي غير اللحم تاعي، نغطي بالماء يكون الماء سخون. هايديك النجرة تاعنا، فوالا دوك نمرق كما قلت لكم، نحط الماء قسما، نغلق نغطي اللحم تاعي فوالا، راني نمرق فوالا، انا نخليه يطيب. دوك نحط لا بوم دو تير تاعي، نقشرها نقطعها شرايح كما قلت لكم خشان، نوريها لكم، نقليها ونديروا لا سويت. هاو الطاجين تاعنا الطاب تحمر، الله يبارك فوالا. نشفو البيض هذاك نشف، والدجاج تحمر لي فوالا. دوك تقدروا تحطوا هكذا فوالا، هكذا شوفوا، نحط هنا، تقدروا ديروا المرقه هكذا، تزيدوا المرقه اللي يحب يدير. هاي لك ها هكذا المرقه تاعنا شابه، اللي ريدويت فوالا هكذا، شاهدكم في الجنه ان شاء الله فوالا. ستامبلا تقدروا ديروه ميم بوغ لي زانفيتي، بوغ لا فامي. الانسان يخمم على روحه قبل ما يخمم على واحد اخر، يشهر روحه ويقلش روحه فوالا. لي زونفو يحبوه باسكو ما فيهش لي ليغوم بزاف، ما فيهش، يحبوا البطاطا، ميم الحميصه راني ما درتهاش فوالا. وكاين اللي يحبوا كما قلت لكم يطيبوا المرقه بيضه
ويقليوا البطاطا تاعهم، ومن بعد يحطوها في طباسه ويحطوا من فوق الحميصه والبصل والمعدنوس ويسقوا، ما يديروا شويه قارص، ما يديروش البيض، ما يعقدوهاش بالبيض. انا جو بريفير هكذا باسكو لي زونفو ما يحبوهاش كيما افيك لي بواشيش، جي بريفيري كوم سا. فوالا دوك نطيبها هكذا وتخلوا المرقه، اللي يحب يزيد المرقه في نوصون اسيات يزيد. شاهدكم في الجنه ان شاء الله، اون اتوندون كو فو لا غوفات ان شاء الله، وتحطوا لي لي كومونتير، وخليتكم بالصحه ولهنا ان شاء الله مع لا فيديو تاعي، ونقول لكم الى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.